كتاكلوا دائما اقتراحات صيفيه هكا تقدموا على الغداء ديالكم كتجي رائعه جدا. انت الفيديو غادي نبداو اول حاجه على بركه الله بالقطيبه تاع الدجاج اولا البروشي تاع الدجاج اللي غادي نحضرهم بطريقه اللي هي مختلفه شويه على العاده. غادي ناخذ كميه ديال صدر ديال الدجاج اللي بغى يدير لدان يديرو، كنسلطوا عليهم واحد البصله كبيره وكنحكوا واحد 3 دروس ديال الثومه يكونوا كبار، يعني هذا كيجي كتجي النكهه ديال الثومه هي يعني ما كتجيش خارجه بزاف لكن هادو تيبغوا شويه الثومه. كنديروا درس 3 دروس ديال الثومه، كنديروا شويه ديال القزبر والمعدنوس مخلطين، وغادي ناخذوا عاوتاني واحد شويه ديال هنايا بالنسبه للعطريه. غادي نحتاج واحد معلقه ديال الكمون بلدي، غادي نحتاج شويه ديال التحميره اللي هي فلفله حمراء حلوه، غادي نحتاج شويه ديال السودانيه اللي هي فلفله حاره كذلك مطحونه. بالنسبه للسودانيه كتبقى طبيعتها على حساب اللي تيبغي الحاره، لكن راه تجي زوينه هنايا. ما بغيتوش كاع نتوما تكثروا البزار ديروا غير شويه السودانيه، والبزار ديروا غير شويه ولا كاع ما ديروش. انا درت شويه ديال السودانيه اللي هي فلفله حاره مطحونه، ودرت كذلك شويه ديال البزار الابيض. صافي غادي ناخذ هنايا واحد المعلقه ديال القزبر حبوب، معلقه ديال القزبر حبوب، يعني هنايا كيجي ديك التتبيله كتجي بهاد المكونات اللي ذكرت دابا: تحميره، كمون، قزبر حبوب، السودانيه. ما غاديش نديرو هنايا سكينجبير وما غاديش نديرو خرقوم بلدي، هنا ما كاينش سكينجبير وما كاينش خرقوم بلدي، يعني هادو هما المكونات اللي ذكرت انايا. هنايا غادي تاخذوا البنات واحد اللي عندها الطحينه كدير معلقه ديال الطحينه كبيره، الا ما عندكمش البنات فانتوا كتاخذوا غير شويه ديال الزنجلان، مثلا واحد جوج معالق ديال الزنجلان، كتحمرهم شويه في المقله وكطحنهم مزيان مع شويه ديال الزيت، هذه هي وكتضيفهم. يعني هاد الزنجلان ضروري ما ديروه في هاد القطيبات هادو لانهم تيجيو البنه ديالهم زوينه. غادي ديروا واحد المعلقه كبيره ديال الخل، وديروا واحد جوج معالق كبار ديال الزبده وشويه ديال الملح. هادو هما المكونات اللي عندنا. نديرو الزبده، الزبده عاديه على حساب اللي المهم الزبده وصافي، المهم الزبده تكون من نوع جيد، هادشي اللي بغيت نقول لكم، الزبده تكون من نوع جيد. وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الياغورت، معلقه عامره ديال الياغورت طبيعي بدون سكر. صافي غادي نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم ونخمر فيهم هاد القطيبات ونخليهم يخمروا، يعني نخليهم يرتاحوا واحد نص ساعه ساعه، بيتهم راقدين يعني نتوما واللي بغيتو. قد ما بيتوهم وخليتوهم يرقدوا ليله كامله راه قد ما كيجيوكم زوينين. هاد التتبيله ممكن ديروها لطريفات ديال الدجاج وتسويهم على الفاخر، نفس التتبيله البنات اللي عطيتكم. كيف قلت لكم راه كتجي واحد البنه زوينه بزاف، التوابل اللي هي يعني مغربيه بالاضافه لديك داك الزنجلان اللي درنا. انا كنشويهم اما على الفاخر اولا تشويهم على حساب اي بلاك الكتريك عندكم، كيبقى لكم الاختيار. غادي نمشيو دابا لواحد الكراتان حتى هو ممكن تحضروا اما مرافق لهاد لهاد الدجاج اولا كديرو ممكن هكا خفيف العشاء. عندنا بصله شويه ديال لي فرماج على حساب اللي عندكم، درس تاع الثومه شويه ديال الربيع، عندي لي بات بطبيعه الحال، عندي واحد شويه ديال معجون الطماطم اولا مطيشه محكوكه واحد 4 مطيشات محكوكين. غادي ناخذ زيت البلديه غادي نشحروا فيها ضريس ديال الثومه، وغادي نزيد كذلك واحد شويه نزل البلديه ما نخليوش الثوم تحرق، غير شويه تسخن كنضيف عليها البصله ونشحر البصله مزيان مزيان مزيان. يعني هاد لي بات ما تيجيوش ما كيكونش فيهم اللحم، ما كيكونش فيهم اللحوم، كنديروا فقط الاجبان. كناخذوا البصله تاعي كنشحروا في ديك زيت البلديه اللي عندنا هي الثومه، وغادي نزيدو هنايا دوك جوج معالق هنايا ذكرت هنايا ما ذكرتهمش الاول. المهم كتاخذوا اي جبن عندكم في الدار، فرماج باش كدهنوا الخبز، اما كيكون هكا في علبه ولا في بواطه ولا اي حاجه، انتم الكميه اللي بغيتوا قد ما كان كثير قد ما تيجيو بنان. وكنزيدو ديك مطيشه، انا درت تقريبا واحد 3 المعالق ديال هذاك الجبن اللي كندهنوا به الخبز، ودرت مطيشه انايا استعملت غير هذيك المعلبه، درت عليها شويه ديال الماء ودرتها، ماشي هذيك ماشي معجون الطماطم، الطماطم يعني الكولي ديال الطماطم اللي كيتباع هكاك هو اللي خدمت به انايا.
درت شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار فقط، هذه العطريه اللي عندنا. وغادي نحرك مزيان دوك بطبيعه الحال مع شويه ديال القزبر ومعدنوس. هنايا كنخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتها حتى كيدوب لينا هذاك الجبن، هذاك الجبن كيدوب لينا مع هذيك المطيشه. بما ان هذاك الكولي تاع المطيشه كيكون هو ديجا راه طايب، غير كتغلى غليه وحده ولا جوج، يعني ما نخليوهاش تغلى بزاف، غير تغلى شويه، لان هذيك المطيشه كيف قلت لكم راه هذيك الجائزه كتكون طيبه، كتغلى غليه وحده ولا جوج. وكنطفي عليها بحال كنتو حاكين المطيشه، حكي المطيشه يعني خديتو المطيشه طحنتوها ولا حكيتوها، فكتخليو المطيشه طيب. راه قد ما طابت المطيشه قد ما تعطيكم الحلاوه ديالها، خليوها طيب عاد زيدو ديك الساعات هذاك الفرماجه طاختين، يعني حتى كطيبو المطيشه عاد كتزيدو داك الجبن، داك الجبن اللي قلت لكم اللي كدهنوا به الخبز صافي. وكنسلقوا لي بات ديالكم بشويه ديال الماء مغلي مع شويه الملحه، نزيدو زويته بلديه ونزيد طريس تاع الثوم باش ينسمو لينا طبيعه الحال هذوك لي بات اللي سلقنا. ونحترموا دائما التوقيت اللي كيكون عندنا في لي بات. دابا هاد لي كوكي صغار عندي فيهم 8 دقائق، فانا استعملت 8 دقائق وغادي نكمل لهم طيابهم في هذيك لاصوص. هنايا شنو ممكن نضيفو؟ هنا البنات اللي عندهم لي زيبيناغ ولا عندهم السبانخ ممكن تضيفوها في لاصوص، راه كتجي زوينه بزاف. شنو تاني ممكن نضيفو؟ عندنا وريقات ديال الحبق حتى هما نضيفوهم في لاصوص، تيجيو فنين. يعني هادو كلهم حويجات اللي ممكن نضيفهم في هاد لاصوص هادي وتعطيكم واحد النتيجه مزيانه. هاد لاصوص هادي راه كدير فيها كميه كبيره ديال الجبن البنات، انا درت فقط 3 معالق كبار، لكن راه ممكن ديروا فيها حتى 100 غرام ولا 200 غرام ديال الجبن. جمي كنقول الجبن يعني الفرماج اللي كندهنوا به الخبز. كناخذ لي غانكان ديالي ولا قالب كبير، الا بغيتوا ديروها في قالب كبير صافي، وكتديروا عليها اي نوع ديال الفرماج عندكم. انا عندي شويه ديال الفرماج حمار، عندي موتزاريلا، وعندي شويه ديال البارميزون، انا تيعجبني. المهم غاديش نكثر بزاف البارميزون لان الدراري ما تيعجبهمش، كتجي فيه كتعرفوا ان البارميزون كيجي بحال النكهه، ماشي بحال، المهم هو فيه النكهه بحال ديال السمن، يعني كيكون شويه مجد صافي. غادي ندير شويه ديال اي نوع ديال الفرماج عندكم نتوما، كيبقى لكم طبيعه الحال الاختيار، كديروا اي نوع ديال الفرماج عندكم. وحاولوا النصيحه اللي غادي نعطيكم انكم حاولوا ما تشربوهاش بزاف لاصوص، حاولوا يبقى هذاك لاصوص فيها، يبقى داك لاصوص شويه ليكيد فيها، يعني يبقى سائل في هذاك لاصوص باش هكا ملي كتدخلوا الفرن ما كتنشفش. صافي غادي ندخلها الفران، غير يذوب الفرماج، غير يذوب، مجرد ما يذوب نخرجها، يعني ما نخليهاش بزاف مده طويله في الفران. وغادي نمشيو لواحد الشليضه اللي كتعجب الصغير والكبير اللي هي ديال البطاطا. غادي نعطيها لكم انايا، كناخذ بطاطا كنقطعها قطع صغيره وكنسلقها في الماء، لكن كنبقى كتبقى شاده في راسها، يعني ما نسلقوهاش خاصها تبقى شويه شاده في راسها. صافي كنخليها تبرد، نزيد عليها فلافل ملونه، اي نوع ديال الفلافل عندكم، خضراء صفراء حمراء اللي موجود عندكم، تقطعوا قطع صغيره، واحد البصيله مشلضه حتى هي، ونديروا بزاف ديال القزبر ومعدنوس، خصوصا المعدنوس نحاولوا اننا نكثروه فهاد الشلاضه هذه. وغادي نزيدو هنايا، المهم انا بغيت ندير شي حاجه اللي هي معلبه، ما بغيتش نجي شي حويجات اللي هما معلبين، بغيت نخلي هاد السلطه يستافدوا منها الوليدات ونستافدوا منها حتى حنايا، يعني بدون معلبات. اللي بغى يدير الطون طبيعي الحال، لكن راه طيقوني، رانا كنفضلها تمشي بحال هكا بهذيك. ممكن نزيدو حتى واحد حتى مطيشه، حتى ما تستيلا عندكم اما سوريز ولا مطيشة عادية، حتى هي تحيدوا لها الزريعة وتخليوها بالقشرة ديالها وتزيدوها. هنايا غادي ناخدو قلنا شوية ديال بالنسبة للسيزونمون، عندنا فيها شوية تاع الملحة، عندنا شوية ديال الكمون وطريدقة ديال الابزار صافي. طريدقة يعني هي كيجي فيها الكمون مجهد على، يعني كتكون فيها الكمية ديال الكمون كتر من الابزار. الملحة الكمون وواحد طريدقة ديال الابزار، زويتها بلدية وعصير الحامض، هادشي اللي فيها، يعني ما نديرش فيها لي صوص، ما ندير لا مايونيز، ما ندير حتى حاجه باش تبقى ليا هاد السلطه كيف ما بغيتها وكيف ما بغيت انا ندوقها، وباش نستافدوا منها كيف قلت لكم. يعني الحاجه ملي كتكون هكا ما فيهاش لي صوص، بزاف السلطات الا بغينا نستافدوا منهم حاولوا ما ديروش لي صوص بزاف. اذا كاع درتو دير واحد صوص فينيغريت عاديه، الملحه والبزار والحامض والزيت البلديه صافي، يعني باش تستافدوا من السلطه. انا بالنسبه لي السلطه ملي كيكون فيها مايونيز وكيكون فيها، يعني ما غادي نستافدوا منها والو. الا بغينا نستافدوا طبيعي الحال، الا بغينا غناكلوها ممكن نديروا المايونيز ماشي مشكل، لكن هذه من الاحسن ما يديرش فيها المايونيز، هذه ما كيديرش فيها المايونيز، خليوها غير بحال هكا ورقدوها في هذيك التتبيله اللي قلت لكم. زدت شويه ديال الفرماج غودا، يعني الامانه فقط شويه، داك الفرماج اللي زدت هو فرماج، يعني فرماج غودا هو اللي زدت انايا ناتيور، ما بلا حتى شي نكهه.
صافي نديرها في الثلاجه تبرد مزيان، وغادي نقدمها في التالي. اللي ممكن تزيدوه هو الزيتون بدون نواه، حتى هو ممكن تزيدوه. غادي نمشيو لواحد النوع ديال العصائر اللي هما واحد لاصي بالخوخ. غادي نحتاج ليه خوخ مجمد، هذا كيدار اما بالخوخ اما بالمونك، كيبقى لكم الاختيار. انا درت الخوخ لانه دابا راه متوفر في الاسواق الحمد لله موجود. نديرو يتجمد، راه دابا كتشوفوا هذاك الخوخ راه مجمد. نزيد عليه واحد 3 علب ديال الياغورت. انا استعملت ياغورت طبيعي باش يكون عندي واحد العصير اللي هو طبيعي، وزدت شويه ديال العسل، كيتنكه هذا بالعسل صافي وكيطحن. شنو ممكن نزيدو هنايا؟ ممكن نزيدو واحد شويه ديال عصير ديال الليمون، شويه ديال عصير ديال الليمون مثلا. الا جاكم عاقد بزاف ممكن نزيدو واحد الكاس ديال العصير ديال الليمون. فحال تما كان بغيتو تحضروا هاد العصير هذا، وكان عندكم يعني ما درتوش هذاك الخوخ من قبل في المجمد، كتاخذوا لي كلاصون تقريبا واحد 10 ولا 12 حبه ديال لي كلاصون، كطحنوهم مع هاد المكونات هادو باش يجيكم داك حندك. شنو الاساس في هاد العصير؟ انه خاصو يجينا عاقد، خاصو يجينا عاقد. هادو هما الوصفات اللي حضرنا اليوم. كان هذا البروشي تاع الدجاج، وكان السلطه زينته بشويه ديال الزيتون. كيف قلت لكم راه كيمشي معايا حتى الزيتون، حتى هو زوين بزاف. ولي بات كيساريين هكا بعد مرات شحال من يعني الامهات كيبغيو يحضروا شي حاجه بسيطه بزاف ولا شي حاجه اللي هي سريعه للعشاء. طرح عليكم هذاك الكراتان، راه ممكن تحضروا اخواتي بوحديتو للعشاء الوليدات. والعصير ديالنا تاع لاصي بالخوخ كنقدمو حتى هو، يعني تيجي من العصائر العاقده والبارده واللي زوينه بزاف يعني في هاد الحر هذا. كنتمنى اخواتي الفيديو يعجبكم والوصفات تما يعجبوكم. ولا عندكم شي وصفات بغيتو نحضرها مثلا بالحوت باللحم بالدجاج بحال هكا، يعني اقتراحات لي يكونوا هكا خفاف وصيفيين هكا في هذا الحال سخون، فما تردوش انكم تخلوها في التعليق. خليتكم رحيله حلقه مقبله بحول الله.